معذره معذره بزاف تقطع لي الفيديو، ودابا انا غادي ندير فيديو اخر باش نبين لكم الازهار الانثويه او الزهره الانثويه. الزهره الانثويه هي اللي كنقولوا لها حنا مستقبل الكباله. دابا حنا هنايا انا عندي واحد الكباله باقا صغيره شفتوها، وهاد الشعيرات اللي خارجين ملي كيتسموا لي ستيغمات حرير الكبال، كيتسمى حرير الكبال. اذا هذوك حبوب اللقاح اللي كيكونوا الفوق ملي كيطيحوا كيلقحوا هاد واحد لاكوكسينال تتسارى تمايا، عرفتوا بنت شفتوها، تيلقحوا البذور اللي كاينه باقا صغيره اللي كاينه هنايا، وكيدخلوا من هنا من لي ستيغمات. ستيغمات كيتسمى الميسم باللغه العربيه. اذا هذه مستقبلا غتولي كباله، ما بغيتش نتكرفس عليها، كيبان لكم الراس ديالها كباله مستقبليه. انا نشوفوا شي وحده غريب، انا اصور كانت الضبابه، دابا كاينه الشميشه وكاينه الشتا، الشتا صغيره واش غتبان لكم ولا لا؟ ها ما كيبان واحد جوج كبالات، ها هي كباله مستقبليه. سي تاني بي يعني هي راه نورمالمون سبوله، واخا حنا كنقولوا سبوله بزاف غير القمح والشعير وفارينه، حتى هذه راه سبوله. ها هي الكباله باينه غتولي كباله مستقبليه، من هنا كيدخلوا حبوب اللقاح ويلقحوا البذور، وكتولي البذور الاخرى ها هي كاينه هنايا الشعر ديالها. انا سيدي ذهبي، الله 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 الله. اذا حنا عرفنا على التوالد ديال هذه النبته. اتونسيون، ماشي بالضروره حبوب اللقاح ديال هذه النبته هما اللي غيلقحوا المياسيم ديالها، هذه كتسمى لوطو فيكونداسيون. جينيرالمون كتكون اون فيكونداسيون كروزي، يعني ان البرد الريح وجعلنا الرياح لواقح كما قال الله تعالى في القران، كيدي الحبوب اللقاح وكيطيعوه على وحدين اخرين، وهذا كيزيد من التنوع اللي هو رحمه في الطبيعه. كيبان لي بلا ما نكثر غادي نعاود نشوف شوفوا هنايا، هنا الازهار الذكريه باقا يلاه باقا جديده، باقا ما تحلاتش، باقا يلاه خارجه وسبحان الله. اما الازهار الانثويه فهي لم تظهر بعد، يعني هذه بحال موخره شويه. وهذه سبحان الله الشعير ديالها او حرير الكبال ديالها راه كتبان الكباله لتحت، والحرير ديالها لي ستيغمات ولا المياسيم، واحد اللوين جميل. هذا اللوين كنشوفوه في لامود ولاو كيديروه حتى في الشعر، شتي اش كندير انا. ها وهالكبيله هي باقه مستق، ما بغيتش نتكرفس عليها، الا حليناها غنلقاو فيها لي غان ولا بلاتي. هذه لقيتها محلوله بحال عضها شي نعجه ولا شي بقره ولا شي حاجه. لاحظوا المياسين في داخلين، كل بذره داخل ليها وحده سبحان الله. من كيدخل ليها الحيوان المنوي كيتحط الفوق، يعني حبه اللقاح لو غران دو بولن او غبار الطلع، وكيمشي مع هذوك الخيوط باش يلقح لي غران. هما لي غران هذه اللي غتولي بشنه كباله مستقبليه سبحان الله العظيم. منظر جميل، هذا الراس ديال الكباله، الراس ديال الشعر سبحان الله. حبوب اللقاح لاحظوا كاين اللي كيكونوا بيضين، كاين اللي كيكونوا حمرين، هذوك كيتسموا لي ساك بولينيك، الاكياس ديال حبوب اللقاح. ومن طبيعه الحال تحت راه الزهره الانثويه، شو سبحان الله. فرق بينها وبين النخله انه كو كانت هذه نخله غادي تلقى النخل، كاين الشجره اللي كنلقاو فيها غير هادو، هذه ما كديرش البلوح غير كتلقح، وكاين الشجره اللي كنلقاو فيها بحال هادو ولكن اللي كيعطيو التمر تقريبا بحال هذه، ولكن هي كتعطي التمر اللي كنسموها الشطبه. شو سبحان الله تاني هادو كيدايرين. هذا هو الجهاز الذكري ديال البشنه. شوف هاد واحد لاكوكسينال كتبان راه هي تفيد، دخلت تما صغيره ما عمري شفتها. وهنا الكباله باينه وشعرها اشقر، بلوند بلوند. لي غران دو بولن لي ساك بولينيك غاديين البني او البنفسجي. اما هذه بقعة صغيره تبارك الله وتمرت، شو سبحان الله. هنا الكباله باينه مزيان، بدات الكومونس ا سيدونتيفيي
سانديفيدياليزي ها الشعكاكة ديالها بطبيعة الحال حتى هي ها حبوب اللقاح ديالها، فهما تيتبادلو حبوب اللقاح. هادي عندها جوج كبالات راهم بداو كيبانو وكيتسناو حبوب اللقاح، اما من هنا انا البرج لاحظوا البرج جاي على اليسر، يعني راه هاد الحبوب اللقاح ديال هادي راه غيمشيو لدوك دوك النباتات اللي كاينين على اليمين. منظر بحال شي سبحان الله العظيم على جمال كاين في الطبيعه. شفت انا هادي كيفاش دايره، ها الحبوب اللقاح والكبالة. اذا قريبا غادي ناكلو الكبال، ها هي بدات كتبان، حتى الجلده ديالها فيها هاد اللون الاحمر.